فرحة كبيرة للمواطنين في مصر. التموين بتفرح كل بيت مصري وبتعلن موعد انتهاء أزمة سعر السكر. الحكومة بالتعاون مع وزارة التموين عملت حاجة كويسة عشان تخفف العبء على المواطنين، حيث تم الإعلان عن إطلاق مبادرة خفض الأسعار، فأصبح سعر كيلو السكر داخل المجمعات الاستهلاكية 27 جنيه. وزارة التموين أمرت بضرورة تقنين بيع السكر والسماح لكل مواطن بالحصول على 2 كيلو سكر فقط، وذلك حتى يتم التأكد من عدم بيع السكر الفائض عن حاجة المواطنين في السوق السوداء وليس للمستهلكين. وشرط وزارة التموين على كافة شركات التعبئة واللي بتشارك في تداول السكر بالبورصة المصرية الخاصة بالسلع أن يكون سعر كيلو السكر على العبوة وهو 27 جنيه، ثم يطرح في الأسواق بهذا السعر، وذلك كشرط أساسي حتى يتم دخول المزاد أو دخول جلسة التداول على السكر داخل البورصة. كمان شرط وزارة التموين أن يكون سعر السكر على كافة البطاقات التموينية بسعر 12 جنيه و60 قرش، كما تبلغ حصة الفرد على كل بطاقة تموينية كيلو وبحد أقصى 6 كيلو لكل بطاقة.